أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها قبل أن تغطي رأسها وقبل أن تغطي قدميها. والعجب من العلماء الذين يجيزون كشف الوجه ويمنعون كشف القدم. إذا تأملت هذا القول وجدته قولا عجبا. أيما أشد فتنة، الوجه أو القدمان؟ الوجه. المرأة عورة والنقاب حقها واجب وستر الوجه، وكان في أول الإسلام لها أن تكشف وجهها ويديها عند الرجال وتخالطهم، ثم نسخ الله ذلك وأنزل الله الحجاب، ويقوله سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الحجاب للمرأة المسلمة هو الذي يستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان عند خروجها أو بروزها عند الرجال، تغطي جميع بدنها ولا يظهر منه شيء. هذا هو الحجاب الذي أمر الله به.